بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا مصداقية موقع يوجوف لربح 50 دولار كل ما بتحصل 5000 نقطة من خلال الموقع. طبعا طريقة التسجيل والشرح كله كنت شرحته قبل كده في فيديو سابق. طبعا التسجيل بالموقع والشرح بتاعه كامل وازاي تقدر تحصل نقط كتير في وقت قليل شرحته قبل كده في درس سابق على القناة بتاعتي من حوالي 4 شهور. والنهارده بالنسبة لي أول دفعة استلمتها من موقع يوجوف، زي ما احنا شايفين قدامنا 50 دولار، الموقع بيدي 50 دولار كل ما بتعدي ال5000 نقطة من خلاله. أول ما بتعدي ال5000 نقطة بيطلب منك تكتب اسمك والعنوان بتاعك، طبعا بتكتبهم بشكل مظبوط، وأهم حاجة الاسم يكون رباعي، يعني بتكتب اسمك رباعي. بعد كده بتروح أي فرع الويسترن يونيون زي احنا شايفين قدامنا، ده ويسترن يونيون، بتملى فيه استمارة زي كده بالظبط وبتقدمها للموظف اللي هناك، وبعد كده بيديلك ورقة تمضي عليها زي دي كده بالظبط، بتمضي هنا والمبلغ اللي هتحصله زي ما احنا شايفين قدامنا 50 دولار. في البداية طبعا حابب اوضح حاجة مهمة جدا، اني مش بحكي قصة حد عشان ما يجيش حد يقول برضو ان انا بقول اي كلام وخلاص، انا بحكي تجربتي الشخصية بحيث ان الفايدة تعم على الجميع ان شاء الله من خلال الدرس ده. طبعا الموقع بيبعت لك باستمرار على الايميل او البريد اللي انت بتسجل بيه استطلاع زي كده، فبيقول لك انك عندك استطلاع ادخل كمله. طبعا الاستطلاع ما بيكملش معاك اصلا 3 او 5 دقايق، وخلي بالك ان اي حد بيسجل من خلال الرابط بتاعك بتاخد انت 400 نقطة، كان الاول 200، دلوقتي الموقع كترهم للضعف بقوا 400 نقطة. فعلى سبيل المثال لو ده الحساب بتاعي مثلا فيه دلوقتي 19350، طبعا انت ما ينفعش تعمل استرداد للنقط على طول مرة واحدة، بتعمل استرداد كل 5000. يعني لو جيت على حساب يوجوف ده ودوست الحساب دلوقتي هجرب معاكم اعمل عملية استرداد، فزي ما احنا شايفين هنا حساب يوجوف لو عملت استرداد هينقص 5000، وبالتالي هيبعت لي استمارة على الايميل بتاعي بانه تم صدور 50 دولار. الكلام ده طبعا بياخد وقت، ممكن 3 اسابيع او شهر بالكتير، هم خلال شهر بعتوا لي الدفعة الاولى اللي انا وريتها لحضراتكم. فبتيجي تدوس على استرداد، طبعا هنا بيقول لك اهو استرداد 50 دولار نقدا هيبدلهم وهيخصم 5000 نقطة زي ما احنا شايفين. بتدوس على استرداد من هنا، هنا بتيجي تكتب اسمك بالكامل باللغة الانجليزية، تأكد ان هو اسم مظبوط، وهنا بتيجي تكتب الاسم بالعربي، طبعا يفضل ان هو يكون الاسم رباعي علشان طبعا الناس اللي هي عندها اسامي متكررة وكده. بعد كده بتختار من هنا البلد بتاعتك وبتختار المحافظة او الولاية او المقاطعة بتاعتك تابعة للبلد، بعد كده بتختار المدينة اللي انت قاعد فيها، بعد كده بتدوس على كلمة استرداد هنا. فزي ما احنا شايفين كانوا 19000 دلوقتي بقوا 14000، دلوقتي ما فيش حاجة عليا غير اني استنى يبعتولي ايميل بتأكيد الدفع. وخلي بالك انك لازم تقبض في خلال 3 اسابيع، ما تحاولش تكتر المدة عن كده، لان لو عدى شهر على الدفعة بتاعتك بتضيع من خلال ويسترن يونيون. هنا بقى الرساله بتاع يوجوف كاش بيمنت، ده اختار باصدار حواله نقديه، فده طبعا بياكد لك وبيبعت لك رقم الحواله بتاعتك، الرقم ده مهم جدا جدا لان ده الرقم اللي انت هتستلم بيه، اسمه ام سي تي ان 50 دولار امريكي، وطبعا البلد المرسله بتكون الامارات دبي. زي ما وضحت من شويه يرجى تحصيل المبلغ خلال ما لا يزيد عن 30 يوم، فانت طبعا معاك وقت انك تقدر تستلم الفلوس بتاعتك من خلاله. وللناس اللي اول مره تشوف الفيديو ده ان شاء الله هسيب لكم طريقه التسجيل وكل المعلومات اللازمه ليو جوف تحت الفيديو، هو الموقع سهل وبسيط جدا ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله، لكن داوم على انك دايما تكمل او تجاوب على الاستطلاعات اللي بتتبعت لك علشان يبعتوا لك باستمرار، لان انت لو نفضت او لو ما عملتش كذا استطلاع من اللي بيجوا لك هيقولوا ان انت مش مهتم، فبالتالي مش هيبعتوا لك اي استطلاعات بعد كده. اتمنى يا رب اكون وضحت كل حاجه، ويا ريت الفايده تعم على الجميع. وفضلا وليس امرا بقى في الاخر، يا ريت تسجل في الموقع من خلال الرابط بتاعي زي ما انا افدتكم بالموضوع ده، ما بخلتش عليكم بحاجه، فيا ريت انتوا كمان تسجلوا من خلال الرابط بتاعي وان شاء الله الفايده تعم على الجميع. ولو اي حد عنده استفسار بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني يا ريت يكلمني من خلال صفحه تكنو عربي على الفيسبوك، او يسيب رد تحت الفيديو في الكومنتات، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار، واشوفكم في درس جاي ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.